يا شباب، في الفيديو ده هتكلم على جزئية مهمة، الأنسجة النباتية. عندنا برانشيمية وكولانشيمية وسكلرانشيمية. الجزئية دي مهمة جدا عشان انتوا بتتلخبطوا فيهم. برانشيمية دي بتاعت الدعامة الفسيولوجية، الكولانشيمية دي في فسيولوجية وفي تركيبية، ممكن تبقى فسيولوجية وتركيبية بس هي أكتر تركيبية. السكلرانشيمية دي كلها تركيبية بس. خلاص، فاحنا هنحفظهم ازاي؟ كل ويسكر سيلولوز والجنين. اما البرانشيمية دي بتاعت الدعامة الفسيولوجية لان هي عندها فجوات عصارية بتقوم بعملية البناء الضوئي. تعالى كده نبص في المقارنة بين الثلاث خلايا دلوقتي. بيقول لك ان الخلايا البرانشيمية دي منظرها قدامك اهو، بس ده مش منظر الواضح ليها، بس هناخد دلوقتي بعد شويه ان هي فيها بلاستيدات خضراء بتقوم بعمليه البناء الضوئي، فيها فجوات عصاريه بتقوم بالدعامه الفسيولوجيه. اما الكولانشيميه دي بنشاهد الجدر السميكه بتاعتها غنيه بالسليلوز، والسليلوز لازم تعرف ان هو عليه ماده مرنه، يبقى الكولانشيميه فيها سليلوز. اما الاسكلرانشيميه دي مترسب عليها لجنين، والجنين ده بيديها صلاه. طيب الاسكلرانشيميه دي في منها نوعين، الياف وخلايا حجريه، وده هنتناوله في الصوره اللي جايه. تمام، تعالوا كده الصوره توضح. طيب تعالوا واحده كمان، صوره كمان. دلوقتي عندنا الانسجه الداعمه في النبات، في كولانشيميه وفي اسكلرانشيميه، وطبعا في برانشيميه احنا اتكلمنا عليها. تعال نمسك الكولانشيميه. بص الكولانشيميه المنظر بتاعها هتحس ان الشكل سداسي وجداره سميك بالمنظر ده. خلاص دي الكولانشيميه. اما الاسكلرانشيميه دول حاجتين، لو لاحظت ان هما الياف وخلايا حجريه، ولاحظ الالياف بص تلاقيها مسحوبه كده، مسحوبه الشكل، والخلايا الحجريه بتلاقي المنظر الشكل ده، وبتلاقي زي ما يكون في دايره كده في النص وطلع منها شرط او خطوط كتير. فاللي تلاقي فيها خطوط كتير يعرف ان دي خلايا حجريه ودي خلايا سكلرانشيميه. والسكلرانشيميه دي يا شباب دي خلايا بتبقى غير حيه، واذا هي ما فيهاش بروتوبلازم، ما فيهاش ماده حيه ولا سيتوبلازم ولا الخ من الكلام ده كله، ودي فايدتها ان هي بتدي صلابه للاجزاء اللي موجوده فيها. يبقى تاني، الخلايا الاسكلرانشيميه هتلاقي الياف وخلايا حجريه، واعرف منظر الالياف والخلايا الحجريه كويس. طيب في صوره كمان هتوضح الدنيا اكتر. تعالوا هنا عندنا الكولانشيمي، وهنا البرانشيمي، وهنا الاسكلرانشيمي. سيبكم من المولد ده مش وقته. الكولانشيميه بص المنظر بتاعها عامل ازاي. خلاص، والبرانشيميه هتلاقي الجدار بتاعها خلي بالك رقيق. ليه؟ لان هي دي بتاعت الدعامه الفسيولوجيه، فالميه بتعدي وتدخل منها، الجدار بتاعها رقيق وفيها نوايا وفيها سيتوبلازم وفيها فجوات وفيها بلاستيدات خضراء، دي يعني مشهوره بالحاجات دي. بصوا تاني اهو، ادي جالكم الاسكرانشيمي. خدتوا بالكم من منظر الدوريه اللي طالع منها الخطوط دي كده؟ خلاص دي خلايا حجريه. خلاص يبقى ده نسيج اسكلرانشيمي. الصوره اللي بعدها عندنا هنا البارانشيميه والكولانشيميه والاسكلرانشيميه. بص البارانشيميه الجدار بتاعها رقيق عشان دي بتقوم بعمليه البناء الضوئي وبتقوم بعمليه دعامه فسيولوجيه. اما الكولانشيميه دي مترسب عليها سليلوز اللي بيدي مرونه. اما الاسكلرانشيميه دي اللي هتلاقي فيها المنظر بتاع الخطوط اللي طالعه بالمنظر ده. طبعا انت مهم بس تعرفهم بالشكل عشان لو جات لك حاجه منهم. برضو تاني، البارانشيميه والكولانشيميه، برانشيميه كولانشيميه سكلرانشيميه. بصوا على البرانشيميه وبصوا على الكولانشيميه منظرها عامل ازاي، وبص برضو السكلرانشيميه الشكل المميز ليها او الشكل السداسي اللي طالع منه خطوط كده. خلاص، ودي وظيفتها في الدعامه والنقل. اما الكولانشيميه دي ليها دور في اعطاء نبات مرونه. ليه؟ لان في سليلوز، فيها سليلوز، احنا عمالين نقول ان الكولانشيميه فيها سليلوز. البرانشيميه تخزين وبناء ضوئي، تمام، وتبادل غازات وحمايه وتعويض الانسجه التالفه. وطبعا انت عارف ان هي ليها الدور الاكبر في الدعامه الفسيولوجيه. اذا لو حبيت تقسم دي فسيولوجيه، اما الاثنين دول تركيبيه تركيبيه، ولكن الكولانشيميه ممكن تمشيها بعض اوقات فسيولوجيه. صوره كمان دي اعتقد قلناها.